ما كاينش ثقه، ما ثقه فيه هذا السيد هذا، عاد مانين هذا ما نهضرش على السيد هكا على المحاوله اللي خصها تحترم الكليان ديالها. وكاين واحد مثلا تيقول لك الكليون الى الضوء، حنا ما احترموش داك الكليون. دابا شنو تطالبوا يدير لكم نرجع لكم؟ كيفاش حنا باش اخر ليال الى اخر رمق راضي يخون غير لا السيستم لا والو، غادي يرجع المنخرطين الفلوس ديالهم. وسيدي من هذا المنبر غادي نديروا استقاله جماعيه وغادي يتابعوا قانونيا. خليني نعتذر لكم دابا و سيدي الاعتذار. انا السب والشتم هنايا كانوا يتكرفسوا عليا، كانوا يقتلوني هنايا، هنا كانوا يقتلوني حدا الباب الشهود، وانا غنتابعو قانونيا بوحدي. انا قد به، الا ما بغاوش هاد الناس انا قد به. اطر كبيره، كاين اطر بنكيه، كاين طباء، كاين مهندسين، كاين الاخوات، عاوتاني اطارات كبيره في هاد الدوله هادي. هاد السيد هذا قام بيدو راسو، بقى كيقطع الناس فلوسهم. واش هو قال سد على راسو؟ ما كاين لا الصالحيه مسدوده، ما كاين ما كاينش كونطرا دو بريليفمون، ولكن لو بريليفمون راه مديور على واحد لو سيرفيس كو فو نو روندي. اون فوا هاد لو سيرفيس ما بقاش، لو كونطرا اي نول اي نون افني. الا ما كانش ستيبيلي في لو كونطرا شنو تقدر دير؟ لا انا نتبعهم قانونيا، لان هاد القضيه راه الدوله اللي موقفه واللي منعه استغلال القاعات. هذه جائحه نورمال، هذه جائحه اللي خص كلشي يتضامن فيها، وماشي تضامن بالسيف عليك انك القاعات مفتوحه. وانني بما انني انا ما كنستافدش من واحد الخدمات، يمكن لي تخلص خدمات ما كنستافدش منها. نهار اللي نستافد من هاد الخدمات مرحبا. ديجا قطعوا لنا في الموات كات مطور بعدا. لا لا صديق فان خوا صديق افني اللي الشر اللي كان فيها، اللي كان فيه الجائحه. وانا شخصيا قبلتها علاش؟ تضامنا مع اون سول فوا شي بس، ما كان تضامنا مع هذه الجائحه خليتها. ولكن الان دابا لا، وصل السيل الزبا ما بغاش يجلس معنا. يعني كاين هناك رفض ديال ان يومين ولا كنتصلوا به هنايا، كنجيو لهنا في الصباح، عطانا رونديفو البارح وما جاش، عاود عطاونا رونديفو اليوم الصباح وما كاين حتى شي حاجه. الرياضه اللي حبس الساعه باقا ما تلقاش حتى شي حاجه. حتى شي حاجه القاعه اللي هي رسميه. كاينه مذكره، لا مذكره لحصر القاعات. اكزاكتومون، حنا عارفينها. وعاد عاد الجويبه، عاد المدير الاقليمي ينتسبوا ولا عاد يجاوبوا عليها. يصيفطوا وعاد يعطيو الاعراض. عاد يقلبوا ويشوفوا الحالات ويشوفوا كل قاعه كيفاش دايره، وتخرج لجان تبحث في القاعات، عاد يمكن يكون ديكونفيرمون في القاعات. بما ان ديكونفيرمون باقا ما بغيناش القاعات الرياضيه والملتقيات العامه، بمعنى ما عندوش الحق يدير اقتطاع حتى السلطه الرسميه في البلاد تعلم. وتعلن جوج على رفع الحجر بالنسبه لهذه القاعات. ديك الساعه كاين معنا اطباء اللي تيقول لك انا ما ندخلش للقاعه حتى المواد سبتمبر ولا ديسمبر ولا الله اعلم، لان ما حد كوفيد باقي واحد في المغرب. في المغرب يعني زيرو ما وصلنالوش، ما ندخلش للقاعات الرياضه لان فيها جريدين. هذا هو اللي كاين. اذا القطاعات فهي قطاعات غير قانونيه. وخاص الناس يرجع لهم كل واحد تبقى تم الاقتطاع نتاعو يرجع له، حتى نجدوا حاجه اخرى ثانيه في هذه الاقتطاعات. هادو ان الاقتطاعات كانت بواحد الطريقه غير ممنهجه، راه كاين الناس اللي ما اقتطعلهمش. ولي خصنا نعرفوا بان من وقع الحجر الصحي حنا حبسنا في 15 مارس، يعني حنا كنا خلصنا الشهر ديال مارس، وهذيك 15 يوم ديال مارس على الاقل من بغى يبدا في 15 جوان يبدا حتى قطعنا حتى 15 جوان. ديجا حنا كنسالو 15 يوم في مارس. إذا هذه المسألة هذه كتبان لي بأنه دار لها أخلاقية، لا أخلاقية لا مواطنة لا حتى شي حاجة، لأنه ما عرفش بأننا نحن كنمر على البلاد ديالنا وفي العالم كامل كيمر بواحد الجائحة اللي هي يعني عالمية، هو خرق القانون بهذه المسألة. واللي خصنا نعرفوا بأن حنا العلاقة اللي عندنا مع هذا الكلوب هو أننا حنا كنخلصوا كونتخ أن سيرفيس. إكزاكتومون، وي سيرفيس. سيرفيس ما كاينش باش نخلصوا، ما خصناش نخلصوا. وي صبري. فهمتي؟ وزيادة على هذا الشيء أنه استفاد من السنسس، لأن الناس اللي خدامين عنده ما خلصوهمش، خلصوهم السنسس. هذا الشيء اللي سمعنا حتى حنا. هذا الشيء كاين وهو كاين، لأن حنا عارفين عندنا علاقات مع الناس السنسس. إذا السيد ما عنده لا دي فخي، يعني ما عندوش لي شارج. ما عندوش لي شارج، لا ما لا دو لا خدامه لا والو، يجي يقطع الناس على الاقل راه باش نرجعوا له حنايا، راه خصو بزاف خصو.